ينفعش تكون تقيله اصلا. لا، ثلاث اسباب. السبب الاولاني هو ان انا اتاخرت، وده السبب الاساسي بصراحه. النهارده هنتكلم عن السب مانديبولار جلاند. ويا جماعه انت عندك ثلاث غدد في المنهج: ثايرويد جلاند، باروتيد جلاند، سب مانديبولار جلاند. واحده منهم جايه في الامتحان، دي ما فيهاش كلام. يعني انت لازم هتلاقي واحده من الثلاثه في الامتحان ان شاء الله: سب مانديبولار جلاند، باروتيد جلاند، ثايرويد جلاند، واحده منهم. احنا خدنا الباروتيد، النهارده هناخد السب مانديبولار جلاند. خلاص كده يا جماعه؟ طيب السب مانديبولار جلاند هي السليبري جلاند رقم 2. مش احنا عندنا السليبري جلاند ثلاثه؟ واحده هنا اسمها الباروتيد، وواحده يا جماعه ورا المانديبول. بص كده، هي موجوده بالظبط، شايف صوابعي؟ موجوده هنا. يعني جزء منها، جزء منها ورا المانديبول، وجزء منها تحت المانديبول. خلاص اوكي، زي ما هرسمها لك دلوقتي. اوكي يا جماعه، اسمها السب مانديبولار جلاند. واحده ثانيه تحت اللسان، لو ده اللسان يبقى هنا بالظبط. اسمها يا جماعه السب لينجوال سليبري جلاند. هنبتدي الكلام بتاعنا بالسب مانديبولار جلاند. هي حجمها نص حجم الباروتيد، حجمها نص حجم الباروتيد، وشكلها يا جماعه الموند. يعني ايه الموند؟ لما تيجي تبص عليها من بعيد كده تلاقيها عامله كده زي اللوزه. شفتوا اللوز؟ الموند شيب. خلاص اوكي، لكن في الحقيقه هي مش كده. في الحقيقه هي كده يا ابراهيم، بس انت بصيت من بره. هي عامله كوما شيب. خلاص اوكي، زي حرف الواو. اوكي يا شباب، ليها سوبرفيشال بارت وديب بارت وضغط. سوبرفيشال بارت وديب بارت وضغط. انا عايزك تتخيل انا هعمله دلوقتي. لو رسمت لحضرتك دلوقتي المانديبول اهو، الحته دي كده اسمها الانجل اوف مانديبول. هات لي لك انا صعب الانجل اوف مانديبول، مفهوم يا دكاتره؟ طيب وهنا في لاين من جوه كان طالع منه عضله لو تفتكر، اسمها المايلو هايويد ماسل. كان اسمه مايلو هايويد لاين. الكلام ده من جوه يا دكاتره. وجود اللاين ده قاسم لي المانديبول من جوه الى جزئين. الجزء الاولاني هنا، وده مكان السابلينج والجلاند. والجزء الثاني هنا، وده مكان السب مانديبولار جلاند. تخيلتوا كده؟ يبقى دي الجزء اللي تحت المانديبول، وادي الجزء اللي جوه سب مانديبولار جلاند. وهنا لو تفتكر كان في فورامين في المانديبول اسمها منتال فورامين. ولو تفتكر اكتر كان عندي يا جماعه غده بره هنا اسمها ايه لو تفتكر؟ الباروتيد. شكرا. الباروتيد جلاند، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ صح. كان عندي من جوه الستايلويد بروسيس. فاكرين انتوا القصه دي؟ كان في جوه هنا ستايلويد بروسيس في المكان ده. كان الستايلويد بروسيس منزل ليجامنت ماشي ورا معمول هنا، كان اسمه حتى لو تفتكر ستايلو مانديبولار ليجامنت. كنت بقول لك ان الستايلو مانديبولار ليجامنت يفصل ما بين باروتيد اند سب مانديبولار جلاند. دي جمله ام سي كيو. يبقى الستايلو مانديبولار ليجامنت يفصل ما بين الباروتيد والسب مانديبولار جلاند. خلاص اوكي يا جماعه، ليجامنت جاي من الستايلويد بروسيس للانجل اوف مانديبول من جوه طبعا. خلاص اوكي يا جماعه الكلام. يبقى ده فاصل لي ما بين الباروتيد والسب مانديبولار. طب استناني بقى، انت عايز تقول لي الاكستنشن بتاع السب مانديبولار. يا ترى السب مانديبولار جلاند الاكستنشن بتاعها منين؟ اقول لك بص، قدام المنتال فورام ورا الانجل اوف مانديبولار، مفصوله عن الباروتيد بالستايلو مانديبولار ليجامنت. مش كده ولا ايه يا جماعه؟ فوق المايلو هايويد لاين. طب وتحت؟ نازله تحت المانديبولار لحد فين؟ لحد هنا. بص كده، لو انا رسمت لك هنا في المكان ده عضله، سميت العضله دي مين؟ ايوه برافو عليك، دايجاستريك.
ادي الانتيريور بيلي وادي البوستيريور بيلي يا دكاتره وادي الانترميديت تندون. يقول لك ده الجلاند دي اوفرلاب الانترميديت تندون. يعني وصل حد هنا كده ادي السب مانديبولار جلاند وادي الاكستنشن بتاعها. اعتقد المنظر واضح وصريح. طب كويس قوي. قسمنا السب مانديبولار جلاند الى جزئين، جزء يا محمود سوبرفيشال وجزء ديب. يا ترى الجزء السوبرفيشال والديب ايه اللي بيفصل بينهم؟ هقول لك علشان ما تحفظش كتير. لو ده المانديبول شايفينه كويس ودي السب مانديبولار جلاند اهي، اعتبر ان صباعيني دول هما السوبرفيشال وصباعي ده هو الديب. هقول لك ان هي كده في عضله اسمها الميلو هايويد، اعتبرها الموبايل. الميلو هايويد يا جماعه هي اللي فاصله بين السوبرفيشال والديب بالشكل ده. كله متخيل؟ يعني السوبرفيشال بارت ما بين المانديبول اند الميلو هايويد، والديب بارت ما بين الميلو هايويد وان شاء الله مين؟ الهايبوكامبس. ودي الرسمه اللي احنا رسمناها المره اللي فاتت، ما تيجي نرسمها تاني. تعالى نرسمها. اشربي زنجبيل بالقرفه. بصوا يا جماعه، لو رسمت دلوقتي يا احمد المانديبول اهو وكسرته كالعاده، خلاص بقى مش هنقعد نرسم ونكسر، كسرناه. اوكي يا شباب، كان عندي عضله جايه من هنا اسمها الميلو هايويد هقطعها. ادي الميلو هايويد مصر. وكان عندي اللسان اهو، واللسان نازل منه عضله ثانيه او طالع له بقى عضله ثانيه اسمها الهايوجلوستس. حل هايود بون جريتر هورن اوف هايود بون اهي. هقول لك ان انا عندي السبمانديبولار جلاند مكانها فين يا عبده؟ اهي ادي السوبرفيشال بارت. ونكمل كده بعد كده ادي الديب بارت. متخيلين يا جماعه؟ يعني السوبرفيشال بارت اهو والديب بارت اهو. حضرتك خدت بالك من حاجه مهمه؟ انا خدت بالي ان الميلو هايويد ماسل هي اللي فاصله ما بين السوبرفيشال اند ديب بارت. ركز ارجوك، السؤال ده ام اس كيو. يجي يقول لك سوبرفيشال بارت اند ديب بارتس اوف سب مانديبولار جلاند سيبريتد باي مايلو هايويد ماسل. خلاص اوكي يا جماعه، مفهومه ولا مش مفهومه؟ يجي يقول لك السب مانديبولار جلاند، السب مانديبولار جلاند كيرف اراوند. يعني ايه كيرف اراوند؟ يعني بتكيرف كده حوالين، تقول له المايلو هايويد ماسل. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ ماشي ماشي. الميلو هايويد ماسل تفصل ما بين، انت لو كملت بقى الريمس اوف مانديبول هتكملها كده. شفت بقى الحته اللي سقطت والحته اللي ورا الريمس؟ الله. يبقى اذا يا جماعه ما تيجي نقول الريليشنز بتاعه السب مانديبولار جلاند. هنبدا طبعا بالسوبرفيشال بارت، وهقول لك ان السوبرفيشال بارت كده ليه ثلاثه سيرفس، هقولهم وشوف انت مقتنع بيهم ولا لا. السيرفس الاولاني لاترال، ماشي، اللي هو فين؟ اكيد اللي هيبقى ريليتد للمانديبول، صح؟ السيرفس الثاني انفيرو لاترال. انفيرو لاترال ده اكيد اللي هو ده سوبرفيشال ده، صح؟ مش كده ولا ايه يا جماعه؟ اهي مش دي الجلاند؟ فين اللاترال سيرفس بتاع السوبرفيشال بارت؟ دي. فين الانفيرو لاترال؟ دي. فين الميديال سيرفس؟ ده. صح ولا مش صح يا جماعه؟ يبقى ليها ميديال سيرفس. تيجي نقول الريليشن بتاعتهم كلهم، اولهم يا جماعه اللاترال سيرفس. هتبقى ايه الريليشنز بتاعته؟ هتبقى الريليشنز بتاعته عباره عن الريمس اوف مانديبول، صح؟ دي الشفره بتاعتك، خلي بالك انا لسه بفك شفرات، دي الريمس اوف مانديبول. طب الانفيرو لاترال الشفره بتاعته هتبقى ايه يا عمر؟ سكن وسوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا، دي الشفرة التانية، صح كده؟ طب الميديال سيرفيس هتبقى ايه الشفرة بتاعته؟ الشفرة بتاعته الميلو هايويد والهايو جلوسس. ايوه، هو ده الديب سيرفيس بتاعها،
هيبقى الميلو هايويد واللي وراها مش كده ولا يا جماعه؟ مش تعتبر تعتبر الميلو هايويد اهي فاصله ما بين السوبرفيشال والديب بارت. يبقى لما اجي اقول لك ايه الديب ريليشن بتاعت السوبرفيشال بارت هتقول لي ايه؟ هتقول لي الميلو هايويد والديب بارت والهايوجلوسس واللي بينهم. فهمتوا القصه ماشيه ازاي؟ يعني دلوقتي ده الميلو هايويد والايديه الثانيه دي هي الهايوجلوسس اهو. يبقى ايه يا ابراهيم الديب ريليشن اوف سوبرفيشال بارت؟ الميلو هايويد والديب بارت واللي بينهم والهايوجلوسس. فهمتوا القصه ماشيه ازاي؟ الله، يعني شفرتك الثالثه ميلو هايويد وهايوجلوسس. تيجي نقولهم بقى، تعالى نقول اول واحد عندنا اللاترال سيرفيس. اللاترال سيرفيس ريليتد لمين؟ للريموس اوف ماندبل. طب ما تيجي نرسم رسمه كده تقول لنا الكلام ده ماشي ازاي عشان افكرك بمعلومه غايبه عن مخك بس مهمه. ادي السب مانديبولار جلاند اهي، ادي السوبرفيشال بارت صح؟ انت بتكلمني في اللاترال سيرفيس اللي هي الحته دي، والانفيرو لاترال اللي هي الحته دي مش كده ولا ايه يا جماعه؟ طب اللاترال سيرفيس ده ريليتد لمين؟ مش ريليتد كده للحته دي اللي هي المانديبول؟ طب هو مين اللي كان بيعمل انسرشن في الانجل اوف مانديبول من جوه؟ مش كان في عضله كده يا عبده جايه كده ونازله ورا هنا عشان تعمل انسرشن في العظمه هنا؟ كان اسمها ميديال تريجويد. اكيد كل ده سوبرفيشال للجلاند. ما هو بص الميديال تريجويد اعتبرها هي القلم ماسكه هنا. فين الغده؟ الغده اهي. يبقى اذا مين السوبرفيشال او اللاترال ريليشن ليها؟ الريموس اوف ماندبل والانسرشن بتاع الميديال تريجويد. وحاجه كمان يا ضحى هتقولها لي عشان حاسك فاكرها، فاكرها؟ لا باروت دي اللي هيجيبها جوه كده يا منى. ها مين باحساسه هيجيبها لنا؟ الله على احساسك يا خلود، لو جت حاجه زياده من الحاجات اللي جايه هديها لك. خلاص اوكي؟ يا جماعه الفيشال ارتري يا جماعه، يا جماعه مش الفيشال ارتري كان ماشي كده وبعد كده يدخل ورا المندبل هنا وبعد كده يطلع كده؟ وهتلاقي مكتوب عندك في الكورس وريليشن كلمه انا ما قلتهاش، سايبها لحد وقتها، سايبها لحد وقتها كلمه بالظبط كده نص سطر مكتوب ايه؟ فيشيال ارت يقول لك انتر بيهايند ذا مانديبول صح كده؟ ويعمل لوب عشان يطلع ما بين المانديبول والسوبرفيشيال بارت اوف سب مانديبولار جلاند. والله مكتوب، ارجع هناك هتلاقيها مكتوبه، يقول لك ما بين المانديبول والسب مانديبولار جلاند. لو ده المانديبول ودي السب مانديبولار جلاند فالفيشيال ارتري جاي من هنا يدخل الحته دي يتزنق جوه ويطلع تاني. ايه اللي دخله وزنقه؟ ما تعرفش، هو كده نصيب نصيب عشان تحفظوا انتوا الكلمه دي. خلاص اوكي يا جماعه؟ يبقى هو ده زي ما اتفقنا الريليشن بتاعه الريموس او السوبرفيشال او اللاترال بارت. يبقى ريموس اوف ماندبل فيشيال ارتري ميديال تريجويد. حلوه؟ فهمتوها يا جماعه؟ احفظها شفرات عمرك ما هتنساها. طب ايه الريليشن بتاعه الانفيرو لاترال؟ لا ده عبيط انا مش هقول. هو ايه الانفيرو لاترال؟ سكان سوبرفيشال فاشل كونتيننج بلاتيزما دي فاشل. الله ده طقم بيتحط في كل حته بقى مش كده ولا ايه يا جماعه؟ دي فاشل. ايه كمان؟ يقول لك هنا في السب منتال فيسلز والسب مانديبولار ليمف نود والديب سيرفايكال ليمف نود. وعارف انت الباروتيد مش كان طالع من الباروتيد هنا برانشات الخمسه للفيشيال نيرف؟ في واحد كان نازل اهو سوبرفيشال للسب مانديبولار جلاند اسمه السيرفايكال برانش. يبقى اذا يا جماعه هنا الشفره دي هتبقى ايه؟ هتبقى سكن سوبرفيشال فاشيا كونتين الله كونتين ايه؟ بلاتيزما كوتينيوس نيرف وايه؟ وبيسلز مش كده ولا ايه يا جماعه؟ او فينز. رقم ثلاثه دي فاشيا. رقم اربعه سب مانديبولار لينفنود الحشري. رقم خمسه يا جماعه سيرفايكال برانش. اتحفظت؟ اتحفظت؟ يبقى الشفره الثانيه عندنا يا ابراهيم سكين سوبرفيشال فاشل دي فاشل. انت لو فاكر اصلا الطقم ده وحاطينه في كل حته في الايد والنك هتكتبه. طب افرض كتبته ونسيت الليمف نود ايه يعني؟
هيحصل ايه؟ ولا حاجه. افرض كتبت ونسيت اللينف نود ونسيت السيرفايكال برانش اوف فيشل ولا جرى حاجه. خلاص اوكي؟ بس انت لو عايز تفتكره، ما هو السيرفايكال برانش اوف فيشل هو اللي بينزل البلاتيزما. بديهي يعني. خلاص اوكي يا جماعه؟ طيب ندخل على الميديال بارت. الميديال سيرفيس اللي هو الديب سيرفيس بتاعه. اللي هو الميديال سيرفيس، خلي بالك انا بتكلم في السوبرفيشال بارت. بص بقى السوبرفيشال بارت ده قمه الجمال، عارف ليه؟ لان انت عارف الميديال سيرفيس ده ممكن اعمل لك في كلمه واحده كده بيساوي ايه؟ بيساوي الهايوبلوسس والسوبرفيشال ريليشن بينهم. فاكرين من الحصه اللي فاتت؟ فاكرين الحصه اللي فاتت وانا بشرح على الهايوبلوسس؟ لما قلت لكم انا هقول الريليشن مش بس عشان الامتحان، ده عشان دي هتفهمني الصدمه دي بولاريشن كله. فاكرين القصه دي؟ اهو يا جماعه الهايوبلوسس والسوبرفيشال ريليشن بتاعها. طب ما تيجي نمسح بقى الحته دي ونرسم الرسمه دي تاني. اللي عايز حاجه من على السبوره صباحا. سمير سمير انا هقولها لك كميديا ريليشن. لا ده انا هقول لك معاه كمان الريليشن بتاعتي الديب بارت والدايركت. اوكي؟ على فكره يا جماعه تعليقهم يعني على المكالمه اللي فاتت والقصه اللي انا كنت بحكيها لكم، هو يعني بفضل الله بفضل الله الحمد لله رب العالمين، يمكن انا الوحيد من الدكاتره اللي الطلبه بتفضل مرتبطه بيا حتى بعد ما اتخرج. واي مشكله خاصه الديب ريليشن بقى او الميديا ريليشن، نرسم الرسمه الجميله بتاعتنا دي. على فكره هي نفس الرسمه. بص لو دي كده الماندبل تمام كده وده كده المايلو هيويد الله ودي كده اللسان، ادي اللسان اهو ركز معايا. وهنا يا جماعه الهايوبلوسس وادي يا شباب السبمانديبولار جلاند اهي. المفروض يا دكاتره ان دي السوبرفيشال بارت ودي الديب بارت اكيد ودي الضغط اهي طلع عشان تنزل تحت اللسان زي ما اقول لك دلوقتي. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ طيب كان عندي نيرف مهم جدا في المكان ده. اسمه اللينجوال نيرف. وكان عندي جانجليون متشعبطه للينجوال نيرف اسمها السب مانديبولار جانجليون. مفهوم يا جماعه الكلام؟ وكان عندي هنا حاجه اسمها الهايبو دروسال نيرف. خلصت الريليشن. يبقى ايه هي الديب ريليشن او الميديا ريليشن يا مريم بتاعتها؟ هتروح قايله لي مايلو هايويد رقم 2 ديب بارت اوف سب مانديبولار جلاند. رقم 3 هايو جلوسس واللي بينهم اللي هم مين اللي بينهم؟ النيرفين والجانجليون. حلو الكلام؟ ما هو النيرفين والجانجليون والديب بارت هم اللي بينهم، يعني زي ما اتفقنا كده المايلو هايويد والهايو جلوسس واللي بينهم. خلصت الريليشن. طب لو سالتك يا عبدو على نفس الرسمه وقلت لك كلمني عن الريليشن اوف ديب بارت اوف سب مانديبولار جلاند تعرف تقولها؟ اه لاترالي المايلو هايويد مش كده ولا ايه يا جماعه؟ بس يا جماعه الصوت لاترالي المايلو هايويد ميديالي الهايو جلوسس فوقيها اللينجوال نيرف والجانجليون تحتيها الهايبو جلوسال نيرف. يبقى لما تيجي تقول الريليشنز اوف ديب بارت تقول له ايه؟ تقول له سوبرفيشال او لاترال مايلو هايويد ديب او ميديا هايو جلوس مش كده ولا يا جماعه؟ اباف النيرف والجانجليون بتاعته بيلو النيرف اللي هو الهايبو جلوس. شكرا.
طب تعالى نتكلم عن السبمانديبولار دكت. يا ترى الدكت دي اسمها ايه؟ الدكت على فكره وصفها عالم سماها باسم، اسم العالم ده وارتون، فسماها باسم وارتون دكت. اه معلش معلش اه هو نفسه، هو نفسه على فكره وصف حاجات كتير قوي في الطب وارتون ده. خلاص اوكي يا جماعه، هو اللي عامل وارتون جيلي اه بتاع الهيستولوجي. خلاص اوكي. طيب وارتون دكت طولها الكلام ايه يا جماعه؟ 5 سم. شباب شباب محدش يتكلم، اللي هيتكلم هسحب منه ال 5 سم. خلاص اوكي يا جماعه. طيب بتمشي ازاي؟ يقول لك الريليشن بتاعتها اهو اباب اللينجوال نيرف. لا ده اللينجوال نيرف عامل عليها حركه حلوه قوي. بص لو دي دكت، لو دي دكت كده اللينجوال نيرف ماشي، الاول بيبقى لاترال بعد كده يبقى تحتها بعد كده يبقى ميديال، عامل هوك كده حواليها. يعني يقول لك كده حتى هوك ذا باي لينجوال نيرف، هوك ذا باي لينجوال نيرف. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ طيب وتحتيها الهايبوكلاستال نيرف ولاترال ليها نفس الكلام يا جماعه. ده كانك بتقول ان الريليشن بتاعتها تقريبا نفس الريليشن اوف ديبورت. طب بتفتح فين؟ حضرتك لو فتحت بقك دلوقتي وعملت كده وعملت لسانك كده، تعال نعمل لساننا بقى اهو، ادي بقك اهو. معلش بقى بقى كده كبير شويه. تمام كده، وادي لسانك اهو جوه بقى. لسانك اهو يا جماعه. وادي سنانك اللي قدام هنا اهي. وادي سنانك اللي فوق هنا. انا بتكلم جد والله، وجهي مش مظبوط شويه بس الرسمه كويسه. بص يا جماعه، لو عملت بقك كده هتلاقي تحت لسانك حاجه مشبطه لسانك في الماوس، عامله كده. اسمها ايه يا جماعه؟ فرينيولام لينجولي. معلش بتوع الاناتومي بيحبوا يدلعوا الكلام شويه. فرينيولام لينجولي، جنب الفرينيولام لينجولي من تحت بقى ببص عليها بجد لما تروح هتلاقي فيه بروز هنا وبروز هنا. اسم البروز ده يا جماعه صب لينجوال، يعني تحت اللسان. بابيلا، يعني ايه بابيلا يا جماعه؟ بروز. هو ده مكان فتحه الصب مانديبولار دكت، يعني الصب مانديبولار دكت فتحه في الفلور اوف ماوس. خلاص كده يا جماعه، نير بيسايد يعني جنب الفرينيولام لينجوال، في حاجه اسمها الصب لينجوال بابيلا. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ اقول تاني اهو، ادي فتحتين الصب مانديبولار دكت. الدكت دي راح هتفتح. نقول تاني كده، انا خلصت ايه في الصب مانديبولار جلاند؟ انا اعتبر خلصتها. فاضل فيها السؤال الشهير يا جماعه، احنا عندنا سؤالين بينزلوا في السليبري جلاند، اي سليبري جلاند سواء باروتد او صب مانديبولار. السؤالين المشهورين يا اما ريليشن يا اما نيرف سبلاي، يا اما ريليشن يا اما نيرف سبلاي. خدنا ريليشن، تعالى ناخد النيرف سبلاي. اللي عايز حاجه يمسحها عشان يصورها عشان امسح. بتاع الصب مانديبولار جلاند. الحقيقه يا جماعه انا هقول النيرف سبلاي بطريقه ظريفه قوي. انا هقول لك النيرف سبلاي وهخطف معاه الصب مانديبولار جانجليون. هتقول لي الصب مانديبولار جانجليون دي عباره عن باره سيمباثيتك جانجليون موجوده فين؟ موجوده سسبندد فروم لينجوال نيرف. حلو كده الكلام يا جماعه. ودي بص بتاعه
النيرف سبلاي سب مانديبولار جلاند وان شاء الله كمان السب لينجوال جلاند. احنا لسه ما قلناش السب لينجوال جلاند بس هي معاك. حلو كده الكلام يا جماعه؟ يعني انا دلوقتي بقول لك ثلاث اسئله. السؤال الاول سب مانديبولار جانجلو ده سؤال هو نفسه يعتبر الاجابه نفسها على فكره. نيرف سبلاي اوف سب مانديبولار جلاند يعتبر الاجابه نفسها نيرف سبلاي اوف سب لينجوال جلاند. مفهومه يا جماعه الكلام ولا مش مفهوم؟ تعال نشوف. لو شفنا مع بعض بقى النيرف سبلاي والكلام ده كله، انا هرسم هنا يا دكاتره اهي، ادي السب مانديبولار جلاند اهي. جانجلون اسفل. مش هننسى القانون العام اللي بنقوله دايما تحت اي جانجلون، ان البارا سيمباثيتك روت فقط هو ريلي. ومش هننسى ان اي جانجلون بيدخلها سنسوري وبارا سيمباثيتك وسيمباثيتك. الاوتيك بس هي اللي كان بيدخلها موتور زياده. مش كده ولا ايه يا جماعه؟ طيب عندنا هنا يا جماعه متشعبط الجانجلون دي متشعبطه في مين؟ في اللينجوال نيرف. ادي اللينجوال نيرف هو ده الاساس يا جماعه اللينجوال نيرف. ببساطه شديده جدا بينزل اللينجوال نيرف سنسوري روت. ماشي يا جماعه؟ يعدي من غير لي ويمشي تاني مع اللينجوال عشان يمضغه. يروح لمين ده؟ يروح يا جماعه الى الجلاندس وفي نفس الوقت كمان الطنج. ان شاء الله ناخد الكلام ده بعدين. خلاص اوكي يا جماعه؟ يبقى هنا ادي الجلاندس اهي. سب مانديبولار وسب لينجوال جلاندس. خدت بالك؟ هو طلع من اللينجوال نيرف ومشي تاني في اللينجوال نيرف عادي مش مشكله، حابب بس يدخل كده يعمل منظر. اوكي يا شباب؟ طيب ناخد السمباثيتك. ناخد السمباثيتك. فين السمباثيتك؟ اهو. كان عندك برانش هنا او ارتري مهم جدا اسمه ايه؟ اسمه فيشيال ارتري. فيقول لك السمباثيتك بلكسس حوالين الفيشيال ارتري يمشي في الجانجلون بدون اي راحه ويروح هناك. حلو الكلام؟ نيجي للباراسمباثيتك بقى وهو ده الشغل بتاعنا. خلاص اوكي؟ انا بس ارسم السمباثيتك ده تحت شويه عشان محتاج المنطقه دي. مش عارف ليه حاسس ان في خناقه تحت. نعم؟ لا ده مش خناقه. طلبت سنه خمسه. ادي السمباثيتك بلكسس اراوند الايه؟ الفيشيال حتى الان في مشكله يا جماعه؟ نيجي بقى للباراسمباثيك. لا مش سنه خمسه انا قصدي. تمام كده؟ بصوا يا جماعه ما هو الناس اللي بره دي هم بيطلعوا تقريبا حاجات. لو دارسين سيلفس اناتومي صح للعماره ما كانش حصل كده. بص بقى انت عندك الفونز اهو جوه. ادي البونز. طالع من البونز نيرف مهم جدا اسمه يا محمد فيشيال نيرف اللي هو العصب السابق. ومتفقين قبل كده ان كل نيرف ليه كذا نيوكليوس. مش كده؟ من ضمن النيوكليوس بتاعه العصب السابع هنا نيوكليوس اسمها سوبيريور سليبري نيوكليوس. افكرك ان كان عندك هنا في المدله اوبلونجاتا انفيريور سليفري نيوكليوس دي بتروح مع الجلوسو فارينجيال نيرف. راجع المرات لسه قايلها المره اللي فاتت اوت الجانجلي صح كده الكلام؟ السوبيريور سليفري نيوكليوس تمشي الفايبرز الباراسمباثيك في الفيشيال. يقوم الفيشيال نيرف يا جماعه من ضمن برانشاته برانش اسمه ايه؟ كوردا تيمباناي نيرف. يا جماعه كوردا يعني حبل وتيمباني او تيمباناي يعني ميدل اير.
فيقول لك اول عالم بص عليه لقى عامل زي ما يكون متشعبط كده حبل في نص الميدل اير، فراح مسميه الحبل اللي في الميدل اير فسماه كوردا تيمبانينر. خلاص كده يا جماعه؟ يقول لك ايه الكوردا تيمبانينر ده؟ مش راح داخل اللينجوال نيرف ده بجد على فكره، جوين اللينجوال نيرف. الكوردا تيمبانينر ده لما ناخده ان شاء الله يحمل حاجتين، تيست سنسيشن ويحمل باراسيم مثلا. التيست سنسيشن هو جايب من اللسان ده التيست، من الانتيريور تلتين بتوع اللسان ويمشي بقى مع اللينجوال نيرف خلاص، وبعد كده يخرج من هنا. ما هو المفروض ده احساس يعني جاي مش كده ولا يا جماعه؟ يروح معاه كده عشان يوصل الفيشيال نيرف يوصله لجوه للنيوكليوس بتاعته اسمها السوليتاري نيوكليوس، مش مشكله مش قصتنا دلوقتي. خلاص كده يا جماعه؟ طيب خلينا بقى نقول ايه اللي يخصنا احنا ابراهيم النهارده، انه يحمل كمان مين؟ باراسيمباثيك. الباراسيمباثيك وهو ماشي مع اللينجوال نيرف هنا يروح سايب اللينجوال نيرف، ادي الباراسيمباثيك روت. وبعد كده يروح عامل ايه يا جماعه؟ يروح عامل ريلي في الجانجلي. خلاص اوكي مفهومه يا جماعه؟ الريلي بعد كده يطلع البوست جانجليونيك. البوست جانجليونيك يروح فين؟ للسبمانديبولار والسبلينجوال جلاندز. اظن سهل. تاني يبقى الباراسيمباثيك بتاعها جاي منين؟ سوبيريور سليفري نيوكليوس في البونز. السوبيريور سليفري نيوكليوس بتاعت البونز دي مشي معاها كوردا تيمباناي جوين اللينجوال نيرف ليف ات عشان يعمل ريلي في السبمانديبولار جانجليون. البوست جانجليونيك يروح يغذيه. طب السيمباثيك من السيمباثيك بلكسس اراوند الفيشيال ارتري. طيب السنسوري من اللينجوال نيرف. خلاص طب لما اجي اكلمك عن السبمانديبولار جانجليون تقول لي ايه؟ تقول لي السبمانديبولار جانجليون بارا سيمباثيك جانجليون سمول ان سايز سسبندد من اللينجوال نيرف موجوده في السبمانديبولار ريجن. شكرا. رقم اثنين الروتس بتاعتها ليها بارا سيمباثيك توصف، ليها سيمباثيك ليها سنسور. ايه اللي انت عملته؟ ولا حاجه. مفهومه؟ افتح مذكرة. لسه في حاجه صغيره هقولها بعد كده تمشي.